احمد شديد يلعب العرضيه لعمر السعيد، وادي الراسيه هي كراته، بيتلايم على واحده وبتجيله عمر السعيد، راسيه ايه شومه في المرمى، عملت البند ويطير عليها، يتمطع يطير ايه ده، اتمطع محمود حمدي في الكره اللي فاتت، عمر السعيد الهداف هداف، وعمر السعيد هداف، وعرضيه احمد شديد عملها 4 مرات في الشوط الاول، سيد الشبراوي ما قدرش، موسى ديوارا ما قدرش، لكن عمر السعيد بص من الدور الثاني، بص منين، من أبعد